وأما الإجماع فالإجماع له معنيان، معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة. ومعناه في اللغة اختلف أهل العلم من العربية على أمرين، بعضهم قال بأن الإجماع معناه العزم، وبعضهم قال معناه الاتفاق. ثم اختلف العلماء أي المعاني هذه على وجه الحقيقة وأيها على وجه المجاز. ذهب قوم إلى أن استعمال الإجماع في العزم استعمال حقيقي، واستعماله في الاتفاق استعمال مجازي، وبعضهم عكس، وبعضهم قال إنه مشترك لفظي، وهكذا كلام كثير في هذا الموضوع. قال: وأما الإجماع فهو في اللغة أي في لغة العرب العزم، العزم يعني القصد المؤكد. قال الله تعالى: وأراد أن يستشهد لهذا الاستعمال بالاستعمال القرآني. قال: ومن ضمن استعمال الإجماع بمعنى العزم قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. يعني إيه أجمعوا؟ يعني اقصدوا واعزموا على جمع أمركم وعلى جمع شركائكم، ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني شوف بقى كمال التفويض هنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل هذا الاستعمال أيضا: لا صيام، يعني لا صيام مشروع لمن يعني سواء كان ذكرا أو أنثى لم يجمع، مش يجمع بمعنى أنه تفرق لأن جمع يفهم منها أنه سبق بتفرق، وده أيضا مسبوق بتفرق. ليه؟ لأنه قبل أن ينوي كان أمره مفرقا بين أن يصوم وبين أن لا يصوم. فأنت وأنت تقرأ العربية ينبغي عليك أن تفهم دقائقها، وأن تفهم مردوداتها، وأن تفهم معانيها المتكررة الأول والثاني والثالث وهكذا. لم يجمع، يجمع يعني يقصد ويعزم ويؤكد الصيام. الصيام هنا المراد به الامتناع من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من الليل، من هنا بمعنى في، يعني في الليل. يجمع ذلك ويقصد ذلك في الليل، لأن الليل هو محل النية في الصيام. وقيل هو الاتفاق، يعني أيضا الإجماع في اللغة العربية موضوع بمعنى الاتفاق أو مستعمل بمعنى الاتفاق. يقال: أجمعوا على كذا، أي اتفقوا على كذا، أي اتفقوا عليه. ثم اختلف العلماء في كون اللفظ حقيقة في كل من المعنيين أو في أحدهما دون الآخر، فذهب بعضهم إلى أنه مشترك لفظي، يعني أن كلمة أجمع وضعت للعزم بوضع مستقل، ووضعت للاتفاق كذلك بوضع مستقل. وعلى هذا يكون العلاقة بينهما علاقة الاشتراك اللفظي. ومنهم من قال: لا، هو موضوع للعزم مجاز في الاتفاق. واستدل على ذلك بأن استعماله في العزم أكثر وأشع وأغلب، والشيوع والغلبة والكثرة كأنها علامة على الوضع، إذ لو لم يكن كذلك لما كثر استعماله فيه. وبعضهم قال: لا، هو موضوع للاتفاق، واستعماله في العزم استعمال له في غير ما وضع له، فهو استعمال مجازي. وكأني أرى أن الشيخ أميل
إلى أن الشيخ أميل إلى أنه موضوع للعزم بوضع حقيقي، واستعمل في الاتفاق استعمال مجازي. ودليل ذلك أنه قدم العزم على الاتفاق، والتقديم يشير إلى التصحيح والاختيار. إيه؟ ما الواو تأتي بمعنى أو، الواو تأتي بمعنى أو، فهي العبارة هنا مختصرة وفي المطولات متسعة، هذا كلامه. لكن ما قالكش وضع لهذا وذاك، ده بيقول وضع لهذا بوضع واستعمل في هذا. هو كمان أرسل، يعني أنت ما تقدرش تقول إنه عين هذا للحقيقة والآخر للحقيقة أو المجاز، بس إحنا بنقول يشير كلامه، بنقول إن هو لما قدم العزم كأنه أشار إلى أنه يستعمل فيه استعمالا حقيقيا وفي غيره استعمال مجازي. وخلي بالك عندنا قواعد أخرى، هو إنه كون اللفظ حقيقة في شيء مجاز في الآخر أولى من أن نقول بأنه حقيقة في هذا وحقيقة في هذا، يعني كأن المجاز أولى من الاشتراك. لماذا؟ كلام هتبص تجدوه في المطولات، ان الاشتراك بيحتاج الى اشياء متعدده، يحتاج الى معرفه الاوضاع المتعدده والقبائل والاسباب، واما الحقيقه والمجاز فاحتياجها اقل. كلام ده الذي ذكره الامام البيضاوي في المنهاج، اخذا من الامام الرازي في المحصول، اللي هو اسمها عوارض الألفاظ أو العوارض العشر، واخد بالك، وتكلم عليها باستفاضة، ذكر منها التخصيص وذكر منها المجاز وذكر منها النقل وذكر منها الاشتراك وهكذا، وذكر معها كمان خمسة أخرى وسموها العوارض المخلة بالفهم، ذكر منها الإعراب وذكر منها التقديم والتأخير وذكر منها نفي المعارض وأشياء كثيرة. بس احنا هنا في هذا الكتاب نحاول أن نختصر العبارة اختصارا، لأننا لو فتحنا وحاولنا أن نجمع في كل مسألة ما يتعلق بها لن ننتهي من مسألة أبدا. نعم، هو أقرب للمعنى الاصطلاحي، ولكن هل بالضرورة أن يكون منقول منه؟ طب ما هو كمان العزم والقصد ما هو قريب للمعنى الاصطلاحي، لأنه في جملة اللي هو لما تقول إيه أجمع أهل العلم اتفاق، هو صعد اتفاق، ولكن أيضا الاتفاق ده يسبق إيه؟ يسبق عزم. إزاي؟ هو حضرتك لما بتجتهد مش بتقصد وتعتقد ما اجتهدت فيه؟ ايوه، ده هيجي يقول لك الاتفاق هنا معناه، تعرف الاتفاق معناه هنا الاشتراك في القول او الفعل او التقرير، بيبقى معتقد، والاعتقاد ده محله الجزم والقصد. وفي الاصطلاح اتفاق، قلنا اتفاق او اتفاق معناها ايه؟ معناها المراد هو اشتراكهم في اعتقاده، يعني في اعتقاد الحكم الذي دل عليه قولهم أو فعلهم أو تقريرهم أو قولهم وفعلهم. يعني هي إما أن يكون الاعتقاد دل عليه بالقول من الجميع أو بالفعل من الجميع أو بالتقرير من الجميع أو بالتقرير والفعل والقول مشتركة، فلها عدة صور. لأن بعضهم ممكن يكون قائل والثاني ساكت وأقر. قال وفي الاصطلاح اتفاق علماء
علماء يعني المجتهدين، هيأتي بعد ذلك يتكلم على محترزات هذا التعريف. أهل العصر يعني أهل الزمان الذي حصلت فيه ووقعت فيه الحادثة. قال أي الزمان؟ قل أو كثر، يعني سواء كان هذا الزمان كثيرا أو كان هذا الزمان قليلا، أي وقت من الأوقات، أي عصر، يعني في أي عصر من العصور. وأراد أن يقول بذلك أنه غير مختص بعصر الصحابة، بل هو حاصل في أي عصر من العصور، أي عصر كان، أي عصر وجد، من أمة محمد، من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأشار بذلك إلى أن الإجماع ينبغي أن يكون حاصلا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي نقول عنه بأنه حجة في ديننا. وأما إجماع بقية الأمم فلسنا مخاطبين ولا مطالبين به، وإن كان حجة عليهم. بعد وفاته أراد أن ينص على أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو أجمع معهم فالحجة في قوله دون قولهم، ولو أجمعوا دونه لما انعقد إجماعهم. بعد وفاته على حكم، أشار إلى أن الإجماع إنما يكون على الحكم الشرعي، إما بالوجوب وإما بالتحريم وإما بالندب وإما بالكراهة وإما إلى آخره، على حكم الحادثة. الحادثة يعني النازلة التي وقعت إثباتا أو نفيا، سواء كان الحكم عليها بالإثبات أو كان الحكم عليها بالنفي. ونعني، يعني نقصد معاشر الشراح أو معاشر المصنفين بالعلماء الفقهاء. والمراد من الفقهاء هنا جمع فقيه، والفقيه هو الذي صار الفقه له سجية، أي المجتهدين. ليس المراد بالفقهاء كل من اشتغل بالفقه كالاستعمال العرفي الذي في زماننا، وإنما المراد به المجتهد الذي حصل أدوات الاجتهاد ثم حصلت له الملكة التي من خلالها يستنبط الأحكام. المجتهدين في الحادثة يعني في النازلة الشرعية، الشرعية نسبة إلى الشرع، أراد أن يخرج النازلة غير الشرعية، النازلة اللغوية، أي نازلة بعد ما تكونش شرعية. يعني أراد هنا أن يقول النازلة هنبحثها من الجهة الشرعية، لا نبحثها من الجهة الأخرى. ممكن تبقى نازلة ونبحثها من الجهة النفسية، من الجهة الاجتماعية، ظاهرة، بنبحث ظاهرة وبنحكم على الظاهرة، بس تحكم عليها من أي جهة؟ من الجهة الشرعية تحتاج إلى الفقهاء، من الجهة النفسية تحتاج إلى أطباء النفسيين، من الجهة الصحية تحتاج إلى وزارة الصحة والأطباء. كحل البيع، يعني عندما نتكلم على البيع من حيث إنه حلال وحرام فتلك نازلة شرعية، وعندما نتكلم على النكاح من حيث إنه حلال وحرام ومتى يكون مستوفا أركانه وشروطه ذلك يكون من الجهة الشرعية، وعندما نتكلم على حرمة قتل النفس بغير حق إنما نبحث ذلك من الجهة الشرعية، لأنها يعني لأن الحادثة الشرعية محل نظر الفقهاء. يعني الفقيه إنما ينظر في الواقعة والحادثة من جهة الشرع، من جهة إثبات الأحكام الشرعية لها لا من جهة أخرى. بخلاف الأحكام اللغوية، أحكام لغوية يعني أحكام منسوبة إلى اللغة، هذه الأحكام لا علاقة للفقيه بالنظر فيها، وإن كان يستعملها في فهم دلالات الألفاظ فهي أداة، ولكنها ليست مقصودة بالحكم عليها. يعني الفقيه والمجتهد لا يقصدها حتى يحكم عليها، هل هي للتعقيب ولا ليست للتعقيب ولا 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 إلى آخره، ولكنه بعدما يصله أنها معناها كذا ويعني يختار هذا المعنى يبدأ يطبق عليه.
فهو بياخدها كأداة ما بيحكمش عليها. في الفرق ما بين ان انت تأخذها كأداة، وفي فرق بين ان تحكم على الفاء من حيث هي، هل هي للتفريع وهل وردت في كلام العربي كذلك ام لا؟ دي قضية. خلاص انا تبنيت انها للتفريع وسوف افهم النصوص من خلاله، يبقى دي أداة، دي وسيلة لفهم النص، فهو بينظر اليها من انهي جهة؟ على انها الفقيه، على انها وسيلة لفهم النصوص. اما اللغوي لا، ده بيؤصلها في ذاتها. هل الفاء حقيقة تفيد يعني التعقيب؟ تعقيب يعني ايه؟ يعني ان يكون هذا بعد هذا بحسب العادة، والتعقيب في كل شيء بايه؟ بحسب ايه؟ حاجات بتاع الزمان ما لسه موجود. والعقلية يبقى خرج بالاحكام الشرعية الاحكام اللغوية، والاحكام العقلية. الاحكام العقلية يعني الاحكام المنسوبة الى العقل منشأ، يعني الذي استفدناها باستفادة العقل لا باستفادة الشرع، كحدوث العالم. طب حدوث العالم ده جالك منين؟ هل انت نظرت في الأدلة الشرعية ثم توصلت الى ان العالم حادث، ام انك اعملت القواعد العقلية حتى تتوصل الى تلك النتيجة؟ العالم حادث، كيف نستدل على حدوث العالم؟ نذهب الى العقل. شفت بقى مين لا يشتغل؟ نذهب الى العقل ونقول له: ايها العقل، ما هي اقرب شيء يناسب الحدوث؟ اجازه تعلمناه من الشيخ مصطفى عمران رحمه الله. ما هو اقرب شيء يناسب الحدوث؟ فيقول لي العقل في حوار ثنائي بيني وبين العقل، يقول لي: اقرب شيء يناسب الحدوث التغير. اقول له: طيب في اي ملف من ملفاتي التغير ابحث؟ قال لي: في حقيقة التغير ذاته. يعني التغير معناه ايه؟ معناه ان الشيء لا يبقى على حالة واحدة، يتتغير احواله وتتغير ذاته. اليوم بقاء، اليوم حياة، غدا موت. انا الان جالس، منذ قليل كنت واقف، يبقى في تغير اهو. نحن اليوم الان بالنهار، من يوم الجمعة كنا ندرس هنا بالليل، وهكذا. يقول لي: العالم متغير. ايه هو بقى العالم؟ يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فالعالم متغير، لأن العالم كل ما دون الله سبحانه وتعالى. نعم متغير، ده مقدمة ضرورية لأنها مرئية. أنا كنت منذ قليل في بدار الإفتاء المصري، ثم الآن كنت هنا، ومنذ قليل كنت ده متغيرين أهو، لا يبقى على حال. أنا النهاردة كان معي والدي وتوفي، الله يرحمه، والدتي الله يرحمه، ولدت ثم حيات ثم ماتت، ده تغير كل ده. فهذه مقدمة ضرورية، العالم متغير إما في الذوات وإما في الأعراض وإلى آخره. وكل متغير حادث. حادث يعني إيه؟ يعني وجد بعد أن لم يكن. طبعا كل متغير حادث، ده ضروري، لأنه وجد بعد أن لم يكن، كان قبل ذلك عدما ثم صار وجودا، يبقى وكل متغير حادث. النتيجة يا مشايخ الإسلام، يبقى العالم حادث. كيف توصلنا إلى ذلك؟ بالدليل العقلي. ما قالش بقى ما فيش بقى دليل جوه شرع بقى تقول لي: طب أنا عايز الدليل من الكتاب والسنة. إن ربنا يقول العالم حادث، لا، ده انت مش عايز الدليل، انت محتاج الى طبيب عقلي يعالج ذهنك من هذا المرض الشديد. يا ابني
الأحكام إما أن تستنبط من كون الله المنظور أو من كتاب الله المسطور. يا ولا كله من عند الله، مفيش كده. طيب، والدنيوية الأحكام المنسوبة إلى الدنيا من حيث إنها حادثة دنيوية، لأنها قد تكون من حيثية أخرى لها حكم شرعي. يعني الأدوية، أنا لسه واخد من شوية مسكن لأسناني، ده أدوية. طب الدواء ده إيه؟ لا، ده الدواء ده من المستحدثات الدنيوية، إنما صنعناه من أجل مصلحة الخلق. لكن هل هو تعاطيه واجب ولا تعاطيه سنة ولا تعاطيه حرام؟ قضية تانية خالص. لكن أنا بتكلم فيه منين؟ من حيث إنه لمصلحة البدن، من حيث إنه حادثة دنيوية، حاجة جديدة اتعملت. بحثك منين؟ لكن له صلة بالشرع. لكن لما بقى عندما أبحثه، أبحثه من الجهة التي تتعلق بأمور الدنيا. لا ده وزارة الصحة اعتمدته، لا وزارة الصحة حللته، كل ذلك من قبيل الايه؟ من قبيل الدنيويات. لا ده الشركة الفلانية هي اللي أنتجته، ده بيعالج المرض الفلاني والمرض العلاني والمرض الفلتكاني، ده بيؤثر على النظر، ده بيأثر على المعدة، بيخليك ما تاكلش البط كتير يا موسى. طيب، قال والدنيوية كالآراء. الآراء جمع رأي. انت رأيك ايه في العلاج بالدواء ده؟ يقول لك والله لا، مش هينفع مع جسمك، اجتهادات شخصية عايدة الى البدن لا الى الدين. والحروب، امتى نحارب اسرائيل ونخرجهم من فلسطين؟ نبدأ ننظر مثلا يعني. وتدبير امور الرعية، تدبير امور الرعية ده من قبل رئيس الدولة، ان هو ينشئ مثلا جمعيات للمستهلكين، لمن أراد أن يأكل مثلا أرز يذبح فيها لحوم ويوزعه على الناس، كل ذات آراء دنيوية. يعوم الجنيه ويرى أن في تعويم الجنيه مصلحة اقتصادية للوطن، اجتهاده ده أمر دنيوي مالناش دعوة بيه، لكن له صلة أيضا بالشرع. طب إيه حكمه الديني؟ دي قضية تانية. لكن احنا هننظر إليه من أنهي جانب؟ من الجهة الدنيوية. يبقى ديت لا علاقة لها بالإجماع، لكننا إذا أردنا أن نقول هي حرام أو هي حلال، يبقى هي من جهة أخرى تبحث. قال فإنها، يعني هذه القضايا اللي هي يا مشايخ اللغوية والعقلية والدنيوية، فإنها تعود إلى ما سبق. تكتب كده مضمون ما سبق اللي هي التلاتة دي. يجمع عليها، يجمع يعني يتفق. نرجع لكلام أحمد، أهل الخبرة بها لا الفقهاء. العقلية يرجع إليها العقلاء أصحاب هذا العلم. دي بتبحث في أنه علم بقى؟ ده علم الكلام، وتبحث في علم الحكمة العالية. طب والثانية اللغوية؟ ده تبحث بقى مع ابن هشام في مغني اللبيب. طب والدنيوية؟ الآراء بقى على حسب كل رأي. هو مين اللي بيتكلم؟ وزارة الصحة هي اللي تبحث فيها لو مسألة طبية. والحرب، مش داعش هو اللي يحكم في الحرب. أمال مين؟ لا ده رئيس الدولة والأجهزة المعنية ووزارة الدفاع، لأن هي اللي بتبقى عارفة قدراتها قد إيه وقوتها، والعدو يعني أين يكمن، وهكذا. وتدبير أمور الرعية إنما يحكم بها رئيس الدولة والحكومة التي يعني وضعها لخدمة الناس ولإراحتهم وإسعادهم، حتى أخرجتهم من التعب النفسي إلى الراحة. فإن تعلق بها عمل أو اعتقاد
فهي حادثة شرعية. يعني لو احنا اردنا ان احنا نبحث فيها تعويم الجنيه بقى، هل الفعل ده حرام ولا حلال؟ يبقى حينئذ صارت مسألة شرعية ينظر فيها الفقيه، ويجتمع فيها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث، وينظر فيها من الناحية الشرعية وما لها من آثار يعني ضارة على المجتمع، وما لها من آثار سلبية، وهكذا. أو اعتقاد، طيب يعني أعتقد قدم العالم ولا حدوث العالم؟ نرجع بقى ليه مسألة الفقهاء. ها عندكم ايه بقى الدين بيقول يا جماعة فقهاء انتم؟ ها الشرع بتاعكم بيقول ايه؟ قال لك لا، بيقول ان العالم حادث. الاعتقاد بقى، الاعتقاد. نعم، ايوه نعم نعم، ما هو دي هيرجع فيها الى من؟ الى علماء الكلام. فهي حادثة شرعية يعني منسوبة الى الشرع بجهاته المتعددة، فتدخل في كلامه. لو هنبحثها من الجهة الشرعية يبقى إذا اتفق عليها كل المجتهدين تكون مسألة شرعية، مش إذا اتفق، يعني إذا اتفق عليها كل المجتهدين هيبقى من قبيل الإجماع. وخرج بالشرعية كل ما يجب تقدم العلم به على السمع، يعني المسائل الشرعية يخرج بها الأمور التي يتوقف السمع عليها. فما ينفعش إن أنا فبيقول إنه الشرع يتوقف على يعني على شيء، هذا الشيء الذي يتوقف عليه الشرع لا يجوز أن نثبته بالإجماع، لأننا لو أثبتناه بالإجماع يبقى أثبتنا الشرع بالشرع، يبقى الشرع متوقف على الشرع، ويبقى ده دور. ده أنا بقولها لك بطريقة بسيطة، يعني خد بالك بقول لك هو الشرع متوقف على إيه؟ متوقف على المعجزة. السمع متوقف على إيه؟ على المعجزة. والمعجزة دي عبارة عن إيه يا مشايخ؟ عبارة عن إظهار عجز الناس على يد مدعي الرسالة بأمر خارق للعادة، فبيطلع ويقول لهم والله مثلا أنا رسول الله. طب يا رسول الله ما هي معجزتك التي تجعلنا نصدقك؟ يقول لهم والله معجزتي القرآن. ما يقولهمش والله لقد قام الإجماع على معجزتي. طب ما هو الأول المعجزة هتخلينا نصدق القرآن، وبعد ما نصدق القرآن يثبت الإجماع. لو كان السمع متوقف على الإجماع يبقى الإجماع هو الذي أتى به مثل هذا، ثم بعد ذلك هذا هو الذي أتى بالإجماع، يبقى صار الإجماع متوقف على الإيه؟ على الشرع، والشرع متوقف على الإجماع. وده هو الدور، مش الدور اللي هو الدور الأول والدور الثاني، ده الدور المنطقي الباطل. طب ثبوت الإله، ما هو قبل ما تثبت السمع لابد أن تثبت الإله. طيب الإله ثبت كيف؟ ما هي الدليل على ثبوت الإله؟ تقول لي الإجماع. الإجماع أجمع أهل العلم على أن الله أحد وموجود. يا سلام، ده أنت كده بالآخر بتضر نفسك، لأنك بتقول بأن وجود الله سبحانه وتعالى ثابت بالإجماع. جميل. طب وبعد وجود الله يبقى الكتاب، وبعد الكتاب يبقى الكتاب هو الذي أثبت الإجماع، والإجماع هو الذي أثبت وجود الله، ووجود الله بعد ذلك هو الذي يعني جاء من خلاله الكتاب، والكتاب هو الذي أكد لنا
وأثبت لنا حجية الإجماع. يبقى بص هنلف إزاي، يبقى كل ده يعني بسيطة خالص. الإجماع ثابت بالكتاب، ووجود الله ثابت بالإجماع، وبعد وجود الله هو الذي أنزل علينا، أنزل على نبي الكتاب، وبعد ما أنزل على نبي الكتاب هو الذي فهمنا من خلاله حجية الإجماع. يبقى شوف احنا مشينا في الدورة دي ازاي، فضلنا نلف حوالين نفسينا. قال: وخرج بالشرعية ما يجب تقدم العلم به على السمع كثبوت الإله تعالى. أول شيء لابد أن يتقدم على السمع وجود الله، ولذلك احنا بنتناقش نحن وهم في وجود الله سبحانه وتعالى. فإن أثبتوا وجود الله ألقينا على مائدتهم ثبوت النبوة، وإذا أثبتوا ثبوت النبوة ألقينا على مائدتهم كتاب الله، وإذا صدقوا بها أي صدقوا بالأحكام الشرعية اللي من ضمنها حجات الإجماع والنبوة وغير ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع على العلم به. يعني الشرع متوقف في ثبوته على نفس الترتيب اللطيف اللي أنا قلته لك ده، وجود الله، النبوة، ثم بعد ذلك الكتاب، ومن خلال الكتاب نستنبط حجية الإجماع. تقول لي: لا، ده الذي أثبت وجود الإله هو الإجماع، والذي أثبت الإجماع هو وجود الإله. ده بمراحل. يبقى هو ده الدور. شفت بقى ماشي ازاي؟ فإنه لا يصلح إثباته بالإجماع، اللي هو إيه؟ فإنه اللي هو ثبوت الإله والنبوة وغير ذلك مما يتوقف على ثبوت الشرع عليه. وإلا يعني وإن قلنا بأن الإجماع هو الذي أثبت لي وجود الله والنبوة وغير ذلك من الأمور التي يتوقف عليها ثبوت الشرع، لا أدى ذلك إلى الدور اللي أنا قلته لكم بطريقة بسيطة. وفي كلام طويل أنا كنت كاتبه زمان، بس هو ده بقى في أحواه قديما، كنت قديما كده في القراءة الثانية والثالثة الحواشي دي أقرأها، لكن الآن أنا بلخصها لك وببلورها لك بأسلوب بسيط. بس ده مش معناه ان احنا يعني بنقصر في الشرح، لا، نحن كلما ازددنا خبرة بالكتاب كلما ازددنا يعني تنسيقا وحسن تعبير عن المعلومة. وهو بيان ان الاجماع انما ثبت حجيته بالأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة، فتكون صحة الاحتجاج به بالإجماع متوقفة على الكتاب والسنة، وصحة الاستدلال بهما بالكتاب والسنة متوقفة على وجود الله وعلى نبوة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. بذلك تكون صحة الاحتجاج به متوقفة على وجود الرسالة. فلو جعل الإجماع حجة في هذين الأمرين لكان متوقفين في إثباتهما عليه. إيه ده؟ طب ما هو ده اللي احنا قلناه بطريقة سهلة جدا وميسورة. خليك معايا وسيبك من الحواشي. خلاص، الحواشي دي كانت مرحلة لغاية تم الإنسان يبلور الأساليب والمنهج في عقله، وبعد ذلك يستغني بالله ثم بعقله. فعلم أنه لو لم يكن في العصر فعلم من إيه يا مشايخ؟ من التعريف السابق. فعلم، ولذلك كان يعني ينبغي على المحقق أن يجعل فعلم في أول سطر، لأنها جملة جديدة بتؤسس إلى استنباط بعض الأحكام الأصولية من التعريف. أنتوا عارفين في تعريف جمع الجوامع للإجماع استنبط الشراح 20 حكم. سهلة بس اقعد معانا كتير وانت تستنبطهم، اصبر يعني. 20 حكم قالوا كل مسائل الاجماع مستفادة من التعريف،
وده من أبرع ما فعلوا، إن تعريف قد شمل كل معظم أحكام الإجماع في عبارة يعني إيه مدمجة، سطرين ولكن مكتوب عليهم 20 ورقة. طيب على كل حال، فعلم أنه يعني أن الحال والشأن لو لم يكن في العصر، العصر يعني الزمان، إلا مجتهد واحد، افرض أن في زماننا لم نجد إلا مجتهد واحد قد حصل الملكة وصار بارعا في علوم الآلة، أو حصل ما لابد منه في علوم الآلة، هل قول بمفرده يصير إجماعا؟ افترضنا مثلا في عصر من العصور الواد أحمد ده صار مجتهد، ساعتها بقى مش هيبقى واد، ده يبقى بقى هو بقى شيخ الإسلام ومجتهد الأنام، واخد بالك، وهكذا. ثم قال قولا في مسألة نازلة حادثة عرضت عليه، هل يا ترى قول ده يعتبر إجماع؟ قالوا لا. ليه؟ الأصل هو بيقول اتفاق، والاتفاق لا يفهم إلا من 2 فأكثر. يا سلام، أول شيء تستفاده إن اتفاق لها مردود لغوي أنه لا بد أن يصدر من 2 فما فوق يا مولانا، بدأ أول حكم. عشان كده العلم ده لذيذ، يعني نفضل كده نقرأ ونستمتع ونشوف المعاني متناهية ولا مش متناهية، ولا في جزء يقول لك متناهية وفي مكان تاني يقول لك مش متناهية، لما حيرونا معاه. فعلم أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يكن قوله أو فعله أو تقريره إجماعا. طيب ده الحكم، لماذا؟ قالوا لأن أقل ما يصدق به الاتفاق 2، يعني أقل ما يسمى به اتفاق أن يكون حاصلا بين 2. 2 دي تعربوها يا مشايخ، خبر أن، لأن أقل 2. طب والاتفاق فاعل يصدق، يصدق الاتفاق بشخصين فأكثر، يعني لا يسمى اتفاق إلا إذا صدر من 2، هذا أقل ما يسمى به الاتفاق، فإن صدر القول من 1 فلا يقال عنه اتفاق، وإنما يقال قول واحد. هذه مسألة الأولى، أن قول الواحد المجتهد الواحد في العصر في النازلة لا يكون إجماعا. المسألة الثانية، هل يسمى أو هل يكون حجة أم لا، حجة أم لا، يعني هل يحتج به أم لا. وفي دي مشكلة أثارها العلامة العطار، قال ما هو لو كان قوله من حيث إنه مجتهد الآخذ لهذا القول إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا، فإن كان مجتهدا فقول المجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر، وإن كان عاميا فلا خلاف في أنه عليه أن يتابع المجتهد، فليس فيها خلاف محرر. ده كلام العطار على حاشية، في حاشيته على المحلي. العطار ده كان مصري، كان شيخ إسلام وكان بارعا، كان يعني بارعا في الطب، بارعا في الهندسة، ناس كانت بتعشق العلم للعلم، ناس كانت لذتها المعرفة، بلك مش لذتها العبس. وهو المعتمد، هو المعتمد يعني المعول عليه في هذه المسألة،
لانتفاء الإجماع عن الواحد، لأنه انتفى الإجماع، وانتفاء الإجماع لا يؤدي إلى رفع الحجية، لأن الإجماع يا أولاد أخص من الحجية، لأن ده الحجية بالمعنى الذي أريده أنا الآن، بمعنى الشيء قد يكون حجة وإجماعا، وقد يكون حجة لا إجماعا. على سبيل المثال، العلماء أجمعوا على خبر معين، هذا الخبر قبل أن يجمع عليه العلماء يستفاد منه الحكم الشرعي وهو حجة، وبعدما أجمع عليه العلماء صار حجة أيضا، قاطعا للنزاع، رافعا للصراع. فإذا بطل الإجماع بقيت الحجية، فهو ارتفعت عنه دائرة الإجماع ولكن بقيت عليه دائرة الحجية. نعم يا فندم. لا، ما هو احنا قلنا بقى ان القضية ما فيهاش خلاف محرر. العطار لم، ولذلك شوف انا كتبت قلت ايه، قال العطار كيف لا يحتج به مع ان غيره عامي، فالعامي يجب عليه اتباع المجتهد ويكون قوله حجة فيه، وحينئذ فالحق في هذا القول انه حجة. لا، من حيث انه قول مجتهد واحد وجب على العامي ان يأخذ به، لأن المجتهد واسطة بين العامي وبين الشرع. هناك رأيان في هذه المسألة، أنه إذا كان في العصر مجتهد واحد هل يكون قوله حجة أم لا؟ قلنا كلام العطار يقول بأن هذه المسألة لا خلاف فيها، لأن المخاطب بذلك هو العامي، والعامي لا يخير في الأخذ بقول المجتهد الواحد أو في تركه، بل يجب عليه أن يأخذ بقول المجتهد الواحد قطعا، ولذلك ليس في هذه المسألة خلاف، وما ذكروا منها من خلاف فهو ضعيف أو هو باطل. ولذلك العطار عبر بقوله فالحق، يعني الذي يكون ضده الباطل. حكاية رأيين في هذه المسألة باطل كما يقول العطار، والعطار من كبار المحققين، وقوله كما فند لكم وكما أثبت بالحجة قول لا يجوز العدول عنه. قال فلا يحتج به وهو المعتمد، يعني أنا أرى أنه لا يحتج به من حيث كونه إجماعا، وإن كان يحتج به من حيث إنه قول مجتهد واحد. والله ممكن نرجعه الكتاب، أنا كنت بقول كده زمان، أنا كنت بقول كده، أنت حضرت القراءة الثالثة، كنت بقول إن لا، ما هو بعد كده قال لك وهو المعتمد لانتفاء الإجماع عن الواحد، ما أنا بقول من شوية إذا انتزعنا الإجماع بقيت الحجية، فأرى إن المسألة ما يصلحش أقول قيل وقيل. وقيل يحتج به وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه، وهذا كما يقول الشيخ العطار هو الحق، هو أن لو لم يكن في العصر ولا في الزمان إلا مجتهد واحد وقال ذلك المجتهد رأيا يكون قوله هو الحق لا سواه. وقيل يحتج به وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه، لأنه لو لم يكن هناك سوى هذا الرأي، وإذا لم يكن هناك سوى هذا الرأي فالعام مأمور بأن يأخذ قول المجتهد. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، قال وأنه لا اعتبار بقول العوام في وفاق ولا في خلاف. ده اعتبار في إيه؟ في الحجية ولا في إطلاق اسم الإجماع عليهم؟ فيها كلام. قال وأنه ده بيسموه ضمير الإيه يا مشايخ؟ ضمير الشأن، يعني أن الحالة لا اعتبار بقول العوام، فعلم أنه لو لم يكن، وعلم أنه لا اعتبار، كل هذه الأشياء مولانا مأخوذة من التعريف. وأنه لا اعتبار
بقول العوام، العوام هم الذين لم يبلغوا درجات الاجتهاد حتى وإن كانوا علماء كبار متخصصين، إلا أنهم لو لم يكونوا مجتهدين يكونوا عوام في وفاق، يعني في وفاق أهل الإجماع ولا خلاف، أي ولا خلاف أهل الإجماع، يعني اتفاقهم مع أهل الإجماع لا يفيد، واختلافهم مع أهل الإجماع أيضا لا يفيد، فاتفاقهم واختلافهم لا يؤثران في سلامة الإجماع. وعلل ذلك بأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، وما داموا ليسوا من أهل الاجتهاد فلا يدخلوا في دائرة الإجماع ولا يؤثرون عليها لا سلبا ولا إيجابا، لقوله تعالى وأولو العلم، وأولو العلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فين وجه الدلالة يا مشايخ؟ قال وجه الدلالة أنه رد العوام إلى العلماء. من هم؟ يعني المجتهدون، رد العوام حتى وإن كانوا علماء إلى قول المجتهدين. طيب هنا وأولو العلم دي آية إيه بقى؟ اقروا كده. وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. طب فين هنا الرد؟ العلماء ورثة الأنبياء، فين هنا الرد؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأخيرة هذه عينت الأولى والثانية في الردية. ما ليه؟ يا راجل، أمال هنا بيقول لك رد العوام إلى قول المجتهدين. الاعتبار في المسائل الاجتهادية، لكن شهد الله يعني أقر واعترف، ده ربنا شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، شهد بمعنى إيه؟ بمعنى هنا أنه أعلم الناس بأنه لا إله إلا هو. وأولو العلم أيضا شهدوا وأقروا واعترفوا بأن الله لا إله إلا هو، فين الرد؟ يا سلام، يعني حضرتك كده بتقول إن التقليد في العقائد يجوز، يا سلام، ده أنت حاجة حلوة خالص. إزاي مولانا الشيخ؟ ده أنت هتعمل لنا مصيبة. يا سيدي هو بيقول لك وأولو العلم، أولو العلم إيه؟ يرد إليهم الأمر خلاص، والعلماء ورثة الأنبياء. طب ماشي خلينا من الأولان، والعلماء ورثة الأنبياء، مين اللي قال لك كده؟ ده أنت افترضت، عقليتك افترضت حجية بطريقة معينة. قول لي بس، قول لي عمل لك إيه يعني؟ فين هنا يا عم الشيخ أحمد؟ وأولو العلم، طب والعلماء ورثة الأنبياء، طب والأخير فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وده معناه إيه بقى؟ يا سلام، قال كده؟ مفهوم مخالفة يعني أنه نافى الوراثة عن غير العلماء. طب وهي إيه الوراثة؟ الوراثة في الأحكام بس. أمال أنت تبع الطريقة العزمية بتقول إن الوراثة في النورانيات وفي اللطائف وفي الإشراقات وفي 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 وفي.
وأصار بس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رد العوام إلى قول المجتهدين: يا مولانا أنا أرى والله أعلم. واخد بالك إن الاستدلال اللي هو ذكره عائد إلى كل، وأولو العلم يرد إليهم الأمر، وأولو العلم قائما بالقسط يقومون بالقسط. والقيام بالقسط لأولي العلم هو القيام بواجب البيان، والبيان هذا إنما يكون لمن يفتقر إلى معرفة البيان بنفسه وهم العوام. والعلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء ده في بقى إيه ورثة الأنبياء في معنى إيه؟ في معنى التبليغ، وفي معنى أن الناس تعود إليهم، اللي هو قال عليه رد العوام إلى قول المجتهدين. فالأول نحن مردودون إلى قولهم، وأولو العلم قائما بالقسط يقومون بالقسط أي بواجب التبليغ، ويبلغون دين الله سبحانه وتعالى. وهذا البلاغ إنما يكون إلى مبلغ لهم، وهؤلاء المبلغون يرجعون إلى أقوال العلماء ويردون إلى أقوال العلماء. وإذا كان الأمر مردود إلى العلماء فلا اعتبار بقول العوام. والعلماء ورثة الأنبياء لأنهم ورثوا من الأنبياء بيان الحجة وإقامة الأدلة، فصار قولهم هو المعتمد وغيرهم يرد إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا صريح في أن العوام يعودون إلى قول العلماء. أنا وجهة نظري، أنا فهمي كده، وإن كان أنت بقى لك فهم آخر يعني، بس أنا فهمي كده أشرق ونور. قال: واعتبر بعضهم وفاقهم مطلقا، يعني سواء كانت في الأمور الخفية أو الظاهرة. مطلقا يعني إيه؟ أي سواء كانت في المسائل الظاهرة أو المسائل الخفية. وآخرون في المسائل، يعني واعتبر آخرون في المسائل المشهورة دون الخفية. ألا قول العوام العلماء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد معتبر في المسائل المشهورة، لأنهم في المسائل المشهورة لهم نظر، لهم اطلاع، قولهم مفيد. الاثنين يقول لك: وآخرون في المسائل المشهورة دون الخفية. لا، ما بيتكلم على الوفاق والخلاف. ده بص أحمد بيقول إيه، يقول لك: ولا يعتبر وفاقهم ولا خلاف في وفاق ولا خلاف، لأنهم ليسوا، لا دي أصل المسألة، ليسوا من كذا وكذا. واعتبر بعضهم وفاقهم مطلقا، أي ما هو ده من باب الاكتفاء، هذا من باب الاكتفاء. وآخرون في المسائل المشهورة دون الخفية. وقالوا: المسائل الخفية الأمور التي لا يصلح لها الصلاحية المعتبرة إلا المجتهدون، مثل النكاح وحرمة الجمع بين الأختين وغيرهما، ديت من الأمور المشهورة. والأمور التي يشترك فيها غير المجتهدين مثل الصلوات وهيئاتها وعدد ركعاتها، ألا هذه المسائل المشهورة، وهم لهم ضربة فيها ولهم كثرة نظر، وحصل لهم يعني ملكة، لكن ليس كملكة المجتهد. وقال القاضي ومن تبعه، ده القاضي أبو بكر الباقلاني: والخلاف يرجع إلى أنه هل يصح إطلاق أن الأمة أجمعت الإمام الزركشي في البحر المحيط بيقول: حاصل هذا الكلام يرجع إلى إطلاق الاسم، يعني عندما يخالف العوام المجتهدون ولا يوافقوهم، هل يجوز أن أقول إن الأمة أجمعت على كذا وكذا؟ لا، مش في الله، يعني هذا الخلاف ليس في الحجية، وافقوا خالفوا الإجماع حجة، وهذا الاتفاق من المجتهدين حجة، ولكن هل نقول أجمعت الأمة
أو لا نقول أجمعت الأمة، الخلاف في التسمية فقط، وهذا كلام البحر المحيط. حاصله أن إطلاق الاسم يعني اسم الإجماع بمعنى أن المجتهدين أجمعوا، هل يصدق على هل يصدق عند الخلاف أن الأمة أجمعت ويحكم بدخول العوام فيهم تبعا أم لا؟ يعني القضية إيه؟ هل لو دخل العوام ووافقوا العلماء نقول هذا الاسم أن الأمة أجمعت أم لا؟ طب ولو خالفوا ولم يدخلوا هل نقول ونطلق هذا اللفظ وهو لفظ الإجماع عليهم أم لا؟ هل يصح إطلاق أن الأمة أجمعت ويحكم بدخول العوام تبعا يعني تبعا للمجتهدين، أو لا يصح أن نقول بأن الأمة أجمعت؟ ولذلك قال في البحر المحيط: كون الخلاف لفظيا يعود إلى التسمية في هذه الحالة، هل يسمى إجماعا أم لا؟ كلاما عن صاحب المعتمد، وحكى كلاما عن صاحب المعتمد يؤيد ما قاله. والحاصل أن القاضي يقول بأنه نزاع لفظي، والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني يقول هو نزاع معنوي، والخلاف له ثمرة في تكفير المخالف للإجماع. وهذا الخلاف خلاف إيه؟ مش خلاف معنوي، لا، ده خلاف حقيقي، لأنه هيترتب عليه من يقول بأن الإجماع غير ثابت. فهذه المسألة خلاص. طيب، وإن كان ذلك لا يقدح في الحجية، يعني على كلا من سماه إجماعا أو من لم يسمه إجماعا هو لا يقدح في الحجية، فهو حجة على جميع الأحوال. وقال الآمدي وجماعة إنه يقدح فيها، أي إنه يقدح في الحجية. قال: وأنه تعتبر موافقة المجتهد الفاسق بناء على وأنه تعتبر موافقة المجتهد الفاسق موافقته لأهل الإجماع، فإن وافق اعتبر وفاقه، وإن خالف اعتبر خلافه. وأما فسقه، ده فسقه شيء آخر غير صناعته، ممكن يبقى يعني رجل عنده الملكة وعنده الآلات والأدوات ولكن فاسق. هل هذا يؤثر في ملكته؟ يعني أنت عندك الآن صنايعي يستطيع أنه هو يقص القماش ويصنع ويفصل، وهو ماجن يشرب الخمر، هل شرب الخمر يؤثر في صناعته؟ لا. ده العيال الآن في مصر يشربون البرشام ويسوقون السيارات ولا يحصل لهم شيء، لأنه ملكة لا يعني تنفيها ولا تزيلها المعصية، بناء على عدم اعتبار العدالة في الاجتهاد. بناء على يعني اعتبار موافقة المجتهد الفاسق مبني على قول من يقول بأن العدالة لا تعتبر في الاجتهاد. وأنا أرى أن اعتبار العدالة أو عدم اعتبار العدالة إنما يكون في قبول قوله، وأما في ثبوت اجتهاده فكما قلت لكم الاجتهاد صناعة، الاجتهاد ملكة، والملكة يعني لا تزيلها المعصية. في القبول، فكون ان هو يبني موافقة المجتهد الفاسق او مخالفته على العدالة هذا ليس بمرضي، ان الذي يبنى عليه هذا هو اعتبار قبول قوله او عدم قبول قوله. لا، بيتكلم على موافقته للمجتهدين، هل هي معتبرة او لا؟ لأنه يفهم من هذا أن من قال بأن العدالة تعتبر في هذا يقول موافقته
لا يعني لا تثبت ولا تضر، لا يعني موافقته لا تضر. من قال بأنه العدالة شرط يقول موافقته أو مخالفته غير معتبر، ومن قال بعدم الشرطية يقول لا موافقته مقبولة ومخالفته تضر. يبقى الكلام مبني على إيه؟ مش على قبول قول. يا مولانا اقراها صح، وأنه تعتبر موافقة المجتهد الفاسق. موافقته معتبرة ولا مش معتبرة؟ الموافقة حاجة، قبول قوله شيء آخر. افرض إن في حد مجتهد وهذا المجتهد فاسق، أنا كمقلد هل يجب علي أن أعمل بقوله أم لا؟ إن صدقته بقلبي واجب علي أن أعمل بقوله إن كان مجتهدا واحدا، وإن صدقته بقلبي وكان هناك يعني مجتهدون أخر جاز لي أن أعمل بقوله. يبقى المسألة فين؟ هل المسألة في الموافقة ولا المسألة في العمل في قبول قوله؟ قبول قوله مبني على ما قلته لك، وأما موافقته أو عدم موافقته ما تنبنيش على عدلته أو عدم عدلته. طب اقراها تاني كده. وأنه تعتبر موافقة المجتهد الفاسق، موافقته شيء وقبول قوله للعمل شيء آخر. موافقته معناها إيه؟ معناها افرض إن كل المجتهدين اتفقوا على حرمة هذا الشيء وهو خالفهم، هل مخالفته تضر؟ طيب قال بأن العدالة تشترط، يبقى يقول مخالفته وموافقته لا عبرة به. قال بأن العدالة ليست بشرط، موافقته تفيد ومخالفته تضر. بمعنى إنه الفسق يزيل الملكة، إزاي؟ موافقته بقى، موافقته الأهل الإجماع. طب إيه علاقة الفسق والصلاح بانعقاد الإجماع بأهل الإجماع جميعا؟ أيوة هو مجتهد وخالف أهل الإجماع، يبقى يؤثر ولا ما يؤثرش؟ إيه العدالة؟ ايه علاقة العدالة في قبول قوله في العمل؟ اما في الموافقة وعدم الموافقة هذه شيء اخر. سنقف عند هذه ونبدأ شرحها ايضا في المرة القادمة.